نور يخرج من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لن تصدق، معجزة كبيرة هزت العالم، سبحان الله. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. تعد الحجرة الشريفة التي دفن فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الأماكن المقدسة للمسلمين، وتقع في الجزء الجنوبي الشرقي من المسجد النبوي، وقد أحاطت بها السرية والكتمان على مدى التاريخ بسبب المنع للدخول إليها، فظلت ملامحها التي شغف بها المسلمون كثيرا كونها مسكن نبيهم في حياته ومماته، ترويها الحكايات المروية وكتب التاريخ ممن استطاع من كتابها التعرف عليها عن قرب. أما سيدنا حمزة الملقب بأسد الله فهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في حدث غريب تم تصوير قبر سيدنا حمزة وهو يخرج منه نور، ومن قام بتصوير النور يؤكد ويقسم بالله بأنه شاهد النور يخرج كما موضح بالصور المعروضة أمامكم، وقبر الرسول أيضا خرج منه النور، وهذا ما يوضح أمامكم في الفيديو. فسبحان الله، ما أعظمك يا الله، ما أرحمك يا الله، سبحانك سبحانك يا عظيم، اللهم اجعلني من خير الشهداء لديك يا رب العالمين. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.